السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا الفيلد افكت ترانزستور. قبل أن نبدأ بالفيلد افكت ترانزستور نحاول نستذكر بعض المواضيع اللي أخذناها سابقا. نأخذ الترانزستور فاميلي. قلنا الترانزستور فاميلي تتألف من نوعين في الكورس الأول، من البايبولار جونكشن ترانزستور والفيلد افكت ترانزستور. البايبولار جونكشن ترانزستور اللي أخذناه قلنا يتألف من جزئين اللي هي M, PN والPMP، وأخذنا الخصائص مالتهم والدوائر الانحياز مالتها والAC والDC analysis. نجي هسه اليوم موضوعنا هو الفيلد إفكت ترانزستور اللي هو بدوره ينقسم إلى قسمين أو جزئين. الجزء الأول هو الجنكشن فيلد إفكت ترانزستور، أما الجزء الآخر هو الميتال أوكسايد سيمي كوندكتر فيلد إفكت ترانزستور. هذه الأنواع بدورها أيضا تنقسم إلى قسمين اللي هي depletion mode. الـ junction field effect transistor ينقسم إلى depletion mode اللي شبيه بـ N channel و P channel، والميتال أوكسايد semiconductor ينقسم إلى depletion mode و enhancement mode، وكل واحد من ذلك الأقسام ينقسم إلى N channel و P channel mode. الـ basic definition للـ field effect transistor is a three-terminal semiconductor device whose operate consists of controlling the flow of current through a semiconductor channel by application of an electrical field. اللي هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن مادة شبه موصلة مؤلفة من ثلاث أقطاب، وهو عملها السيطرة على جريان التيار الكهربائي في قناة الشبه الموصل من خلال تطبيق مجال كهربائي، من خلال تطبيق مجال كهربائي. وذكرنا هنا الانواع مالتها اللي ذكرناها، there are two types of field effect اللي ذكرناها حسب الجدول المخطط قدامنا. حتى نميز ما بين او نعرف شنو الفرق ما بين الجنكشن فيلد افكت ترانزستور والبايبولر جنكشن ترانزستور، اكو عده عوامل تفرق ما بين ليش تستخدم هذا وليش تستخدم هذا. المساله الاولى بالجنكشن فيلد افكت ترانزستور there is only one type of carriers that is holes in p-type channel and electron in n-type channel. For this reason it's also called unipolar transistor. اذا بهذا النوع من الترانزستور عندنا ناقلات الشحنه تكون اما تكون الكترونات او تكون holes. تكون الكترونات لما يكون عندي n-type، وتكون holes عندما يكون عندي p-type. لذلك نسميه، إذا هي ناقل واحد للشحنة only one type of carriers، لذلك يدعى بـ unipolar transistor. في حين سابقا بالordinary by junction transistor both electron and holes play role in conduction. إذا كان الاثنين نستخدم الholes والالكترون حتى يقدر يصير عندنا الconduction. Therefore it is called bipolar transistor. هذا السابق. الجزء الثاني أو الفارق الثاني، as the input circuit of the junction field effect transistor is reversed bias. بما انه الـ input circuit دائرة الدخل مال الـ junction field effect transistor يكون انحيازها عكسي. من يكون انحيازها عكسي نعرف احنا it has input impedance، it has high input impedance. هذا الشيء يؤدي من يصير عندنا انحياز عكسي نعرف انه شيء عندنا انه هاي امبيدنس. فبما انه هي دائرة الدخل بالريفرس بايس، اذا شو يصير عندي؟ الانبوت امبيدنس تكون كلش عالية. في حين في الانبوت سيركت اوف الباي جنكشن ترانزستور بولار جنكشن ترانزستور باي بولار جنكشن ترانزستور عفوا از فورورد بايس، لذلك تكون بها لو انبوت امبيدنس. الفارق الاخر البرايمري فانكشن اوف ذا ديفرنس بين ذا جنكشن فيلد افكت ترانزستور اند باي بولار جنكشن transistor is that no current enters the gate of the junction field effect transistor. إذا ما عندي تيار هنا حقيقي أسيطر عليه بمن بالبيس، في حين هناك بالبايبولار جونكشن ترانزستور إذا نتذكر كل زين كان تيار البيس من خلال تيار البيس كنا نسيطر عليه من على طبعاً تيار البيس كان بالمايكرو أمبير دائماً، سو كان نستفاد من عنده في أيضاً في السيطرة على منه السيطرة على تيار الكولكتر.
كده بنذكر الكاركترستيك مال البايبولار جنكشن ترانزستور او الكويسنت بوينت. نذكر كان عندنا رسم يكون ما بين الاي سي والفي سي اي، وكان الاي بي هو التيار اللي من خلاله نسيطر عليه، نسيطر على تيار الاي سي. ليش؟ لان نذكر انه الاي سي كان عندنا شيء يساوي بيتا بيتا اي بي، فبالتالي كل ما يزداد الاي بي ينطرف في بيتا يؤدي الى زياده الاي سي. الباي جنكشن البايبولار جنكشن ترانزستور يوز ا كرنت انتو ذا بيس، ذكرناها، تو كنترول لارج كرنت بتوين ذا كولكتر اند ذا ايميتر. اذا هو مثل ما ذكرنا سابقا انه تيار البيس يستخدم السيطرة عليه من على تيار عالي بين الكولكتر والإيميتر. Whereas the junction field effect transistor uses a voltage on the gate terminal. إذن هنا عندنا فرق جهد كهربائي، زين، أو مجال كهربائي راح يطبق عليه من on the gate terminal to control the current between the drain and the source. راح نتعرف أكثر عليه من أخذ الرسم، راح نعرف شنو الدرين وشنو الكرنت. على العموم إنه يساعدنا اكو فرق جهد هو اللي يتحكم بالموضوع بدل ما، لذلك دائما ندعو الجنكشن فيلد هو عباره عن دائره سيطره من خلال الفولتيه، من خلال مجال كهربائي حتى من الاسفل. بالجنكشن فيلد افكت ترانزستور هاز سمولر سايز، اذا حجم يكون اقل، لونجر لايف اند هاي افشنسي. الجنكشن فيلد افكت ترانزستور ار مور تمبرشر ستيبل ذان، اذا الاستابيليتي يكون اكثر ستيبيليتي من البايبولار. المزيه المفيده بالبايبولار جنكشن ترانزستور هاف لارج ترانزستورز هاف لارج فولتج جين ذان ذا فيلد افكت ترانزستور وين اوبريت اس ان امبليفاير. اكو فقره اخرى احنا ذكرناها هنا اللي قلنا هاي efficiency. ليش يكون high efficiency؟ لأنه ال bipolar junction transistor إذا نتذكر كل زين شبيه بي higher sensitivity. إذا نتذكر من كنا نحسب ال sensitivity factors، كل ما نحسبها كانت كل ما تكون عالية كل ما يكون معناها more sensitive. من يكون more sensitive معناها شو المعنى؟ يكون غير مستقر، يعني من يصير تغيير درجات الحرارة يؤدي إلمن إلى التغيير بالخصائص مالت الترانزستور. بالتالي يكون الجنكشن فيلد افكت ترانزستور اكثر استقراريه من البايبولار جنكشن ترانزستور، لانه البايبولار جنكشن ترانزستور شو قلنا بي هاير سنسيتيف تو ذا تشينجز ابلايد تو ذا سيجنال. نجي الان نتعرف على الجنكشن فيلد افكت ترانزستور كونستراكشن. احنا هناك ذكرنا سابقا البايبولار جنكشن ترانزستور كان يتألف من either PNP or NPN، وقلنا هي عبارة عن مواد شبه موصلة. هنا أنا أيضاً نفس الشيء، لكن الفرق اللي يختلف عن ذاك هو شنو؟ طبعاً نشوف الـ basic construction of the N channel. هنا طبعاً عندنا نوعين، أما عندنا N channel أو P channel حسب ما ذكرناه في ترانزستور فورمولا اللي هنا وضحت هسه قدامنا صور فيجر رقم 1 فيجر رقم 2. اذا هذا نسميه ان شانل. ليش؟ لانه الماده الاساسيه او الشانل الرئيسيه مؤلفه من ان ماتيريال، هذا نسميه بي شانل. ليش؟ لانه الشانل هاي نسميها شانل طلاب، فاذا لانه الشانل مؤلفه من بي سيمي كوندكتر. اذا هو يتالف من مواد شبه موصله either نوع N or نوع B، ويتكون على جانبها إذا كان خلينا نتحدث عن N، إذا يكون نوع N مثلا مادة شبه موصلة نوع N اللي هي مثل مادة رئيسية أو channel، ويكون على جانبها منطقتين من مواد شبه موصلة نوع P، ويكون على جانب B هذه المنطقة ما يعرف ب depletion region، منطقة الاستنزاف depletion region فوق ال الان من الاعلى. راح يكون عندنا ما يعرف ب الاوميك كونتاكت، هاي منطقه اوميك كونتاكت. هاي الاوميك كونتاكت شفت مثلا من الاعلى تمثل لي الدرين، من الاسفل يعرف السورس، والجانب هذا يمثل الجيت اللي هو متصل ما بين هاي البي
سيمي كوندكتور ومع هذا البي سيمي كوندكتور. اذا هو 3 تيرمينلز، احنا ذكرنا انه 3 تيرمينلز، شايل التيرمينلز هي الاعلى هي الدرين سورس والجيت، درين سورس جيت بالنسبه، وهذا الرمز الخاص بمن بالان شانل. نشوف انه السهم pointed in، زين مثل هذا مثل شنو يمثل الان الان شانل. البي شانل نفس الكلام اللي حدث اللي تحدثنا به بالضبط، بس الفرق انه الماده الرئيسيه الكبيره الشانل تتالف من بي ماتيريال، وعلى جانبها الامبيدد لايرز تكون هي عندنا بها ان طبقتين من الان، وهاي وهذه مثل البيبليشن لاير او البيبليشن ريجن، تكون هاي الان متصله بمن بهذه الان متصله بمن بالجيت. الرمز الكهربائي او الرمز اللي حتى نعرف الميزه والربط، اذا كان السهم اللي خارج الجيت يمثل هذا ان عفوا بي شانل. طبعا بشكل عام في حاله اذا ما سلطنا اي فرق جهد هو راح يكون حاله حال الدايود اللي ما بي بايس كونديشن، يعني ما راح يسوي اي بايس كونديشن. بما انه قلنا ذكرنا بانه الفيلد افكت او الجنكشن فيلد افكت ترانزستور يعتمد عليه من على التطبيق فرق جهد، وقلنا الجيت يكون انحياز ريفرس بايس، فاذا خلينا نتعلم نتعرف عليه من على القطبيه على البولاريتيز للاطراف الفيلد افكت ترانزستور. الفولتج بين ذا جيت اند ذا سورس، الفولتج بين الجيت والسورس دائما از ريفرس بايس، هذا الشيء ثابت دائما عندنا ريفرس بايس بين الجيت والسورس في حاله الان شانل وفي حاله البي شانل. هذه مثل الان شانل وهذه مثل البي شانل. لذلك ايش راح يكون عندي الانبوت سيركت، هذه دائره الانبوت بالحالتين تكون ريفرس بايست، ذس مين ذا ديفايس هاز ا هاي انبوت امبيدنس. اذا بالحالتين اذا كانت ان او كان بي عندي الانبوت امبيدنس تكون جدا عاليه. الدرين از ريفرس بايست وذ ريسبكت، ايضا الدرين ويا السورس ايضا ريفرس بايست، ويؤدي الى مرور تيار نسميه اي درين اللي هو قدامنا، يكون بهالاتجاه بالنسبة للان شانل، ويكون بعكس الاتجاه بالنسبة للبي شانل. شوف الدائرة، هذا ايضا ريفرس بايس لان هذا نيجاتيف هنا، وهنا عندنا شنو بوزيتيف متصل بي، التيار راح يصير بهالاتجاه، لكن حاملات التيار راح تنتقل بي بالاتجاه المعاكس، راح تكون حاملات تنتقل من السورس للدرين اللي تؤدي المن الى مرور تيار الدرين. نشوف انه هذا المنطقه سميها تيار الدرين اللي مرينا، وهنا تيار السورس. تيار الدرين والسورس متساويات دائمه في كل الجنكشن افكت ترانزستور، سورس كارنت از ايكوال تو ذا درين كارنت. اذا هاي القطبيه لازم نعرفها بانه هذه عندي هنا منطقه انحياز عكسي، هنا عندي ايضا منطقه انحياز عكسي بالنسبه للان شانل وبالنسبه ايضا للبي شانل. نشوف انه البولارتيز قطبية المصادر المسلطة شبيه انعكست بالنسبة لها، إذا هو الربط نفسه لكنه القطبية تغيرت حتى يبقى الريفرس بايس بالاتجاه. The principle and basic operation of junction field effect transistor. بس قبل لا ندخل بالoperation نتعرف على بعض الخطوات. احنا قلنا على بعض عفوا الباراميترز، ذكرنا سابقا بانه عندنا مصدر فولتي راح يسلط بين الدرين والسورس، عندنا مصدر فولتي راح يسلط ما بين الجيت والسورس. بالضبط حاله حال اذا نريد نذكر البايبولار جنكشن ترانزستور اللي كان عندنا فولتي تسلط على البيس بين البيس والايميتر، وفولتي كانت تسلط ما بين الكولكتر والايميتر، هنا نفس الترتيب. فاذا ال VDD تمثل الفولتج درين، مثل البروفايد درين تو سورس فولتج اللي هي VDS. الدرين طبعا الدرين نشوف هنا is positive relative to the source، الرابط مالتها. And supplies current from the drain to the source تمثل لي التيار، ايش تعطينا ال I drain. الالكترونز موفز from the source، من تنتقل from the source
تدرين. إذا تيار الإلكترونات راح يكون بهالاتجاه هذا، لكن تيار عفوا اتجاه الإلكترونات راح يكون بهذا الاتجاه، لكن التيار راح يكون بعكس الاتجاه. من الدرين المن إلى السورس. ال V G G تمثل سيتس ريفيرس بايس. إحنا قلنا أنا هاي اللي هي الفولتية اللي تجهز ال V G S. ال V G G هي الفولتية اللي تجهز ال V G S. ال V D D هي الفولتية اللي تجهز ال V D S. أيضاً set the reverse bias voltage between the gate and the source VGS. Gate bias negative relative to the source. Input impedance at the gate ذكرنا هذا is high. Thus gate من يكون جدا عالية. The gate current the IG اللي يكون هنا راح يكون اللي راح يكون هنا بالضبط. تيار الجيت اللي يكون هنا راح يكون ب راح يكون صفر. الانحياز العكسي للجيت. Source gate source enhanced axial gate source produce a depletion region in the n channel and this increase its resistance. كل ما يصير عندنا انحياز هنا ايش راح يؤدي هذا الانحياز؟ راح يؤدي الى زياده هذه. كل ما يزيد الانحياز هنا في هذه المنطقه او هذه المنطقه يؤدي الى زياده الدبليشن لاير. يعني اذا نشوف انه هذا عندنا هسه خط رفيع مثلا من نسلط فولتيه هنا هذا الخط راح يصير اوسع، يعني بما معنى انه هاي المسافه هذا كانما راح يكبر. هاي الدبليشن لاير راح تكبر وتزداد كل ما زيد، راح تكبر بهالاتجاه راح تكبر بهالاتجاه. هاي ايش راح تؤدي؟ تؤدي الى انه الشانل راح تصغر، يعني الكوريدور او الممر اللي راح يكون للتيار راح يقل باعتبار انه هاي راح تنغلق منه وهذا راح تكبر. لا كل ما نسلط شنو فولتيه عكسيه، كل ما نسلط في جي اس بالنيجاتيف او reverse bias. هاي reverse bias ايش راح تؤدي؟ تؤدي لانه هاي الشانل هذه الشانل هذه مثل الشانل راح تنغلق نتيجه الدبليشن لاير راح تكبر. هسه نوضح بشكل اكثر. الشانل ويث كان بي كنترولد باي فارينج ذا جيت فولتج. اذا كل ما نغلط كل ما نغير فولتيه الجيت ايش راح تؤدي؟ هذا نسميه الويث مال الشانل راح يتغير، راح يصير عندي هنا كأنما يزداد السمك بهالمنطقة هذه ويزداد السمك بهالمنطقة فيؤدي إلى تغيير السمك الرئيسي للشانل. The greater the reverse voltage VGS, the wider will be the depletion layer. هذا اللي ذكرناه، قلنا كل ما نزيد هذه كل ما هاي المنطقة راح تكبر. هذه منطقة الاستنزاف العكسي نسميها راح تؤدي إلى أنه تكبر. The narrowing of the channel means greater resistance. كل ما الشانل هذه الشانل هذه الشانل كل ما هذه الشانل تضعف تقل تؤدي الى تصير الريزستنس تكون عاليه. Hence the source to the drain I current decrease. فبالتالي تؤدي الى انه يقل تيار الدرين تيار الدرين. نجي depletion region are wider. The depletion region are wider toward the drain end of the channel because the reverse bias voltage between the gate and the drain is greater than between the gate and the source. نجي لهذا الفقر، هذا الفقر شوي اوضح. طبعا هذا يمثل لي قبل لا ننزل ذاك الفقر، هذا يمثل لي الربط ال VDD اللي ذكرناها، وهذا يمثل ال VGG اللي يمثل لي اللي يعطيني ال VGS يعني يوفر لي فولتية ال VGS واللي هذا يوفر لي فولتية ال VDS. نجي الى هذا الرسم اللي هو اوضح. بالحاله الاولى من كنا نحكي ايش قلنا؟ قلنا من زيد الفولتيه هذه اللي موجوده هنا نشوف هاي المنطقه تزداد تكبر. من تزداد هذه المنطقه الدبليشن ريجن تكبر، من تكبر الدبليشن ريجن تؤدي الى انه الشانل شو يصير فيه؟ الضيق يصير اضعف. واضح ولا لا؟ فبالتالي شو يصير؟ تصير المقاومه تصير المقاومه اعلى. نباوع هاي بمنطقة الدبليشن لاير من هنا أوسع من هنا، يعني هذه المنطقة شوفها أكبر من هذه المنطقة، وهذه المنطقة شوفها أكبر من يعني كأنما الشانل من هنا شوية واسعة ومن هنا تبدي تضيق بشكل أكثر. ليش؟ نقول الدبليشن ريجن وايدر توورد ذا درين، هنا تكون وايدر باتجاه الدرين درين إند أوف ذا شانل بيكوز ذا ريفيرس باي فولتج بتوين الجيت and the drain لأنه الفولتج
الريفرس بايس بين هذه المنطقه وهذه المنطقه تكون اكبر منين؟ من الجيت سورس. ليش تشوف هاي؟ يعني شوف انه هذه المنطقه بها المعوقه او الدرين صار اكبر نتيجه انه الريفرس بايس بين الدرين والجيت هو اعلى من الريفرس بايس بين الجيت والسورس. ديبليشن ريجن شو تمثل؟ مثل منطقه فري اوف كاريرز، يعني منطقه ما بها كونكشن، منطقه ما بها توصيل. زين؟ اما الاومك كونتاكت مثل هذه اللي ذكرنا عليه، الاومك كونتاكت هي المنطقه اللي نقدر نطبق عليها قانون اوم، يعني ما بها تكبير للتيار، انما قيمه التيار تعتمد عليه ما تعتمد، او قيمه الريزستنس تعتمد على الفولتيه والتيار اللي موجود. هذا الرسم ذني البارامترز اللي بالدائره، مثلا ال VDS هو drain to source voltage، ال VGS هو gate to source voltage، ال VGD gate to drain voltage، gate to drain voltage، ال VGG شو تمثل؟ قلنا ال gate supply voltage، وال VDD تمثل ال drain supply voltage، وال RD تمثل ال external drain voltage. اذا ذني بارامتر خليناها هنا بس حتى الكل يعرف مواقعه ويعرف وين شو نعمله. نجد الكاركترستكس مال الجنكشن فيلد افكت ترانزستور. اذا شوي قبل نروح للكاركترستك مال الجنكشن فيلد افكت ترانزستور، نحاول انه نستذكر ببالنا الكاركترستك مال البايبولار جنكشن ترانزستور، الفيجر اللي كان عندنا. اذا نتذكر كان الفيجر شبيه بهذا الفيجر، كان عندنا هنا الاي سي، اذا نتذكر كله زين، الكولكتر كرنت، وكان عندنا هنا ال VCE زين، وكان عندنا ال function element لل IB، كان عندنا هنا يكون ال IB. بال junction field effect transistor التيار اللي عندي هو تيار الدرين اللي هو يعوض عن تيار الكولكتر هناك. اذا تيار الدرين، وهاي التيار الدرين SS مثل تيار الدرين source saturation. اذا نتذكر شلون عندنا الاي سي هنا مثل الساتوريشن اللي اعلى قيمه يوصل الى تيار الكولكتر، هنا الاي دي سورس ساتوريشن مثل لي اعلى اي درين سورس ساتوريشن مثل اعلى تيار يوصل له توصل للدائره. نشوف طريقه العمل. طبعا كمل، هذا مثل تيار ساتوريشن، هذا مثل الاي دي، وهذا يمثل ال VDS اللي هذه. شلون كان عندنا هنا في VCE، هسه عندنا ال VDS، وهنا كان عندنا تيار البيس. هنا قلنا صار عندنا، صار عندنا فولتية البيس، كان عندنا هناك تيار بالجنكشن بالبايبولار جنكشن ترانزستور، كان كنا نستخدم تيار البيس. هنا شو نستخدم؟ نستخدم فولتية البيس. هسه نبدا نفسر الحالات اللي يعمل عندها الترانزستور. اول حاله لما يكون عندي ال VGS يساوي لنا صفر، يعني ال VGS نربطه شورت سيركت، فبالتالي انه ما عندي فولتيت VGS وما عندي تيار التيار الجيت، فهاي كلها تساوي لنا صفر. لكن ايش عندي؟ فولتيت ال DS، هذه فولتيت ال DS اقل من VB. هسه نعرف انه شنو اقل من، المهم انه عندي فولتيه موجبه. ايش راح يصير؟ التيار الاي دي رايزز لينيرلي وذ في دي اس انباور حسب هذا الكونديشن على هذا الفيجر. عند الفي جي اس قيمته صفر، نشوف هذا الكاركترست مال الفي جي اس يساوي له صفر. وعندنا شنو؟ عندنا الفي دي اس اقل من الفي بي، يعني هاي المنطقه، هذا هو الفي دي اس، هذه هي المنطقه، الفي دي اس اقل منين؟ من الفي بي. بهاي المنطقه شو يصير اذا انباوع الى اذا انباوع للتيار؟ ايش راح يصير؟ يعني نباع على هاي الكاركترستيك، نشوف التيار يزداد ويا من التيار يزداد ويا من ويا ال VDS، يعني كانه اكو علاقه خطيه واضحه الوضع. عندنا زياده للتيار وعندنا زياده المن، نشوف انه دا يتجه بهالاتجاه. اذا عندنا زياده للتيار وعندنا زياده تقابل المن لل VDS الى ان يوصل الى منطقه اسمها ال VP، عند منطقه معينه ال VP شنو اللي يصير عندنا؟ عندما ال VDS، هذا ال VDS احنا قاعد نغير ال VDD حتى نغير ال VDD نزيد به حتى نغير حتى نزيد ال VDS. لما ال VDS تزداد
to the level it's appear that the two depletion region هاي المنطقتين would be would touch. عندما نزيد ال VDS إلى حد ذن المنطقتين شو يصير بهن؟ يصير بهن touch. يعني كأنما منطقة تتصل منطقة ثانية. شو وقت تصير هاي المنطقة؟ تصير touch. لما يصير عندي touch هاي الكونديشن refer to pinch off. شنو هي pinch off؟ من تنغلق هذه المنطقة نتيجة زيادة ال VDS يصير عندي ما يعرف بال pinch off region أو pinch off voltage. شنو هي pinch off voltage؟ هذه هي الموقع ال pinch off voltage. لما يصير انغلاق ما بين ال depletion layer هذه المنطقة نتيجة زيادة ال VDS راح يصير عندي ال VDS يساوينا ال VP اللي هي فولتية ال pinch off. نشوفه بهاي المنطقة صارت عندي فولتية ال pinch off. بهذه المنطقة ال VP تساوينا ال VDS. من يصير ال VP يساوينا ال VDS عند هاي النقطة التيار راح يكون بأعلى حالة، راح يوصل إلى حالة تسمى حالة الساتوريشن. تسمى إلى حالة الساتوريشن الـ I drain source saturation. إذن الحالة الأولى قبل أن نوصل للـ VB من الفولتية الـ VDS تزداد تؤدي إلى زيادة الـ IDS إلى حد ما نوصل الـ VB. من نوصل للـ VB شو راح يصير عندنا؟ لما الـ VGS تساوي صفر والـ VDS قيمتها أكبر أو تساوي الـ VB وصلت إلى هاي المنطقة أو أكثر، الـ ID شو راح يصير؟ التيار remain at its saturation level، فراح يبقى بالـ saturation level. نشوف إنه راح يبقى يستقر عند الـ saturation level. هاي الـ condition شو وقت؟ beyond الـ VB، يعني بعد فولتية الـ VB. نشوف صار عندي الـ pinch off، إذا صار عندي هاي المنطقة صار بها انغلاق وبالتالي انه المقاومه صارت كلش عاليه لمرور التيار. الحاله الثانيه تصير عندنا لما عندي ال VGS اقل من صفر، يعني بدينا شو نسوي؟ بدينا ننطي فولتيه سالبه. احنا قلنا هذا انحياز سالب، انحياز عكسي، بدينا ننطي فولتيه سالبه. لما الـ VGS الجزء الاول طبعا خليه عليه هنا، الجزء الاول طلاب هنا الـ VGS كان قيمته صفر، اذا ما تحكمنا بهذه الدائره. تحكمنا بس بالـ VDD، يعني الجزء الاول من الكاركترستيك هذا اللي نشوفه قدامك كنا نغير فقط الـ VDD. هسه الجزء الثاني لا، وصلنا الى انه نغير الـ VGS. نغير الـ VGS. لما الـ VGS يكون اقل من صفر وال VDS يعني خلينا نقول اكبر من صفر لكنه اقل من ال VP، ايش راح يصير عندي؟ The effect of the applied negative bias VGS is to establish depletion region similar to those obtained with the VGS يساوي لنا صفر. اذا عملية تجهيز المصدر ال VGS بفولتية سالبة يؤدي الى نفس العملية اللي كانت بنزيد بها فولتية ال VDS، بما معنى انه بنزيد هذه بالسالب بالنيجتيف ايضا الدبليشن لاير ايش راح يصير بها؟ راح تزداد. وكل ما نزيد الفولتية العكسية the more negative the gate source the smaller the drain current. Note that the VGS is minus 4 that the junction field effect almost has no current. The channel is almost completely blocked by the depletion layer, the current is almost zero. لما نزيد ال VGS إلى ما تقريبا minus 4 فولت، هاي المنطقة راح تنسد بشكل تام. من تنسد بشكل تام ما راح تسمح بعد مرور أي تيار. نجي نفسر هذه عليه من على الكاركترستيك تيب. نشوف لما كان عندي صفر ال VGS كان عندي صفر، نشوف التيار كان أعلى ما يمكن. لما بدينا نقلل ال VGS او بالاحرى يعني ننطيها نيجاتيف فولتج بدا التيار يقل ينقص. لما صارت الفي جي اس ناقص واحد شوف التيار وصل تقريبا 4.5. لما بدينا نقلل
بالفي جي اس صارت اثنين، بقى التيار وصل التيار اما الى اثنين زين لو لا. لما وصلنا لناقص ثلاثة التيار بدا يقل اقل من واحد، لما وصلنا لاربعة التيار بدا صار صفر. فاذا طريقة عمل الفيلد افكت ترانزستور او التحكم به من خلال الفولتيات بطريقتين، اما نغير الفي دي اس عندما تكون الفي جي اس صفر واضح، او نغير الفي جي اس بالنيجاتيف، بالتالي نقدر نقدر نتحكم بمن تيار اخر، نقدر نتحكم بالتيار الدرين. شوف هنا الفي جي اس ساوى لنا ماينس 4 وساوى من الفي بي، يعني هنا الفي بي هي ساوت لنا الفي جي اس، فبالتالي صار عندنا التيار صفر. شوف هنا نقول when الفي جي اس is minus 4 الكرنت is almost zero، هاي نسميها منطقة البلوك، يعني البلوك اوف ذا اوف ذا ديبليشن لاير، نتيجة البلوك باي ذا ديبليشن لاير، يعني ما قامت تسمح بمرور التيار. نطف السمري للشرح مالتنا للـ N channel. The maximum current is defined as أعلى تيار يوصل له is IDSS I drain source saturation and occurs when the VGS equal to zero and voltage the drain source أكبر من فولتية الـ pinch off حسب الفيجر 8A. نباعه هنا الفيجر 8A لما عند الـ VDD أو اللي هي بالأحرى يعني اللي هي الفولتية المسيطرة عليها على الـ VDS أكبر أو تساوي من فولتية الـ pinch off، يمر عند التيار والتيار يوصل إلى أعلى قيمة الـ I drain، هو يسوي لـ I drain source saturation عند منه؟ عند الـ VGS يساوي نصف. الحالة الأولى. الحالة الثانية for gate to source voltage VGS less than the pinch off level أو more negative than the pinch off level the drain current is zero، تيار الدرين صفر، الـ I drain يساوي صفر. الحالة الثانية ايش راح يصير عندي؟ هذه الحالة لما نعطي فولتية سالبة هنا VGG أكبر من الـ VB، واضح لو لا؟ لما الـ VGG أكبر من الـ VB طبعا بالنيجاتيف قاعد نحكي، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الـ depletion يصير بـ block للشانل، وبالتالي راح يمنع مرور الـ drain الـ I drain، راح يمنع مرور تيار الـ drain. الحالة الثالثة لما يكون الـ VGS ما بين الصفر وما بين فولتية الـ pinch off الـ current will be range between الـ I drain source saturation and zero respectively. نباعد عن هاي الحالة ايش راح يكون بها؟ لما يكون دائما نتحدث عن الفولتية اول مرة، لما يكون فولتية الفولتية المجهزة للجيت الـ VGG او الـ VGS اكبر من الصفر واقل من فولتية الـ pinch off، شنو اللي راح يصير عندنا؟ اقل من فولتيه البنش اوف، يعني اذا نجي لهنا يعني الفولتيه بهالمكان هذا اللي هي اقل من هاي الفولتيه اللي خليتها تصير صفر واكثر من منو؟ واكثر من صفر، يعني كانه ما احنا نشتغل بهاي المنطقه. زين؟ ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا يمر تيار، لكن هذا التيار قيمته ما بين منو؟ ما بين الصفر وما بين منو؟ ما بين الماكسيموم اي درين سورس ساتوريشن. هذه تمثل حالات عمل الجنكشن فيلد افكت ترانزستور. نوع شنو نوعين؟ بالنسبه للبي تايب او بي شانل ديفايس، طبعا البي شانل is constructed exactly the same manner as the N channel device. اذا هو بالضبط طريقه العمل مالته نفس الترتيب بالضبط، لكن الفرق الوحيد انه شنو انقلاب القطبيه، عمليه ربط المصادر تختلف حسب الفكر اللي موجود قدامنا، الفكر رقم 9. هنا الـ B-channel device the channel will be constructed by increasing the positive voltage from the gate to the source.
احنا هنا طبعا القطبيه مناسبه اكسيت، فبالتالي ايش راح نزيد؟ نزيد البوزيتيف فولتج فروم ذا جيت تو سورس، بنزيد الفولتيه الموجبه. واضح ولا واضح؟ شوف هنا الفي جي اس يساوي لنا صفر. من بدينا نزيد الفولتيه الموجبه شنو اللي صار عندنا؟ صار عندنا بدا التيار الدرين يقل. اذا الحاله انقلبت فقط باتجاه شنو؟ فقط الاتجاه انقلب. كانت هنا الفولتيه عندنا نزيد الفولتيه السالبه حتى يقل التيار، هنا بدينا نزيد الفولتيه الموجبه حتى شنو؟ يقل التيار نتيجه الانحياز العكسي اللي هنا. نشوف هنا السالب مال هذا الجزء الربط البن الربط البي للبوزيتيف مال البي. شنو اللي عندنا هنا بعد؟ الجزء الاخر من عنده اذا نجي نباوع، اذا الفولتيت الفي جي اس عبرت اكثر من 5 فولت احنا شنو اللي راح يصير عندنا؟ هاي المنطقه الداخله اللي موجوده هنا ايش راح يصير؟ يصير بريك داون، يصير عندنا بريك داون بالكرنت اذا عبرت البيتش اوف فولتج. شوف هنا the vertical rise and the indication that a breakdown has occurred and the current through the channel in the same direction encountered. لما عبر فولتية محددة صار عندي، لما عبرت فولتية البيج صار عندي التيار قام يزداد بشكل encountered، يعني هاي صار كأنما صار breakdown المن للسيستم، والتيار بدأ شنو بعد ما نقدر نسيطر عليه. طبعا هذا ايضا يصير بالان شانل، يعني مو بس خاصه بالبي شانل، بالان شانل هم يصير. فحتى نتجنب هذه الحاله لازم شيء يصير عندنا؟ لازم الليفل مال في دي ماكس في دي اس فولتيه الدرين سورس ماكس ايش بيها لازم تكون؟ تكون معروفه بالسبيسيفيكيشن شيت. حتى شيء يصير عندنا؟ حتى الليفل مال في دي اس دائما يكون اقل من الليفل مال الفي جي اس. واضح لا؟ يعني اذا صار ال VDS اعلى من ال VGS راح يصير عندنا هذه الحاله. اذا عبر ال VDS اذا ال VGS صار اعلى من ال VDS ايش راح يصير؟ راح يصير عندي هاي الانهيار اللي هنا البريك داون ريجن. لهنا ننهي محاضرتنا، جزء من هذه المحاضره.